أهلا بكم. أفاد مراسل الجزيرة بالقاهرة أن نجل أحد المرشحين المستقلين بدائرة المطرية بالعاصمة المصرية قتل على أيدي مجهولين، كما قتل شخص آخر في محافظة المنوفية. وكانت عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية قد بدأت صباح اليوم، حيث شهدت معظم الدوائر إقبالا ضعيفا نسبيا. وقالت مصادر حقوقية مصرية أن عددا من مراكز الاقتراع كانت مغلقة في مستهل عملية الاقتراع أمام مندوبي المرشحين من المعارضة والمستقلين وجماعة الإخوان المسلمين، بينما قال مرشحون آخرون أن مندوبيهم تمكنوا من الدخول إلى معظم اللجان في محافظات أخرى. وقد نفى الحزب الحاكم صحة كثير من الشكاوى التي جاءت على لسان منافسيه، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد. قالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية نصبت صواريخ أرض جو على بطاريات إطلاق وحركت تلك البطاريات باتجاه الحدود. يأتي هذا فيما بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة في البحر الأصفر، ويشارك في المناورات التي تستمر 4 أيام حاملة طائرات أمريكية وعدد من السفن الأخرى وآلاف الجنود. في غضون ذلك قالت الصين إنها تريد عقد مشاورات عاجلة بين حكومات الدول الست المعنية بالمحادثات السداسية التي تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي الكوري الشمالي. ومن جهتها قالت الرئاسة الكورية الجنوبية إن الوقت ليس مناسبا الآن لمناقشة استئناف المحادثات السداسية، لكنها أكدت أنها ستأخذ المقترح الصيني بعين الاعتبار. قالت سلطة الطيران المدني في باكستان إن 8 أشخاص هم أفراد طاقم طائرة شحن روسية تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من كراتشي لاقوا حتفهم جميعا. وتحطمت الطائرة التي كانت متجهة إلى السودان بعد سقوطها واصطدامها بمبنى قيد الإنشاء في مجمع إسكان للقوات البحرية والجوية. أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي خضع لجراحة في الظهر في نيويورك بصحة جيدة، وأنه استطاع السير على قدميه خارج المستشفى. ولم يوضح الأمير نايف تاريخ عودة الملك من الولايات المتحدة. إلى اللقاء.